بعد ظهور معلومات تفيد بأن الجيش الروسي مهتم بتطوير مقاتلة خفيفة، ظهرت صورة على الويب يزعم أنها مفهوم الطائرة المقاتلة الروسية الجديدة، يذكرنا مفهوم المقاتلة تماما بالطائرات المقاتلة الغربية. ومع ذلك هناك أيضا ميزات متأصلة بشكل أساسي في صناعة الطائرات العسكرية الروسية، بينما يقال أننا نتحدث عن مشروع طائرة الميج LMFS في الصورة المعروضة. يمكن رؤية أن معظم هيكل الطائرة المقاتلة يشبه هيكل المقاتلة الفرنسية داسور رافال، ومع ذلك فإن المقاتلة لديها تصميم مختلف على مستوى الذيل، والتي من المفترض أن تجعل الطائرة أكثر استقرارا أثناء الطيران، وربما يمنحها مزيدا من القدرة على المناورة. في الوقت الحالي نتحدث فقط عن نسخة مفاهيمية للطائرة المقاتلة، حيث يمكن أن يتلقى تصميم المقاتلة تغييرات جذرية في المستقبل. لم تعلق وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي حتى الآن على تطوير وبناء مقاتلة خفيفة لتلبية احتياجات القوات الجوية الروسية، ومع ذلك من الواضح أن القوات بحاجة إلى مثل هذه الطائرات، وبالتالي هناك بالتأكيد اهتمام بمثل هذه الطائرات.